والسلام على رسول الله الكرام. ربنا إن عاجزون عن التعبير عن شكرك لآلائك، وإن عاجزون في تدقيق في مطالبنا حتى ترضى. نطلب منك لأنك قلت وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولا سواك يقدر على أن ينفعنا بشيء إلا بإذنك، كالأنبياء عليهم السلام وسيرتهم العطرة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان ولا عدوان إلا على من ظلم. الآن سننظر بحول الله تعالى في آخر هذه الآية 24 من سورة نوح عليه السلام. وقد أضلوا كثير شهاد من واحد من خمسة من أولي العزم من الرسل عليهم السلام وعلى إخوانهم الأنبياء والرسل الكرام. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ظلالا. هنا نعرفك يا ربي أنك تضل من أضل نفسه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هو اختار، أو الجماعة هذيك اختارت ألا انتساب لله ولا اعتراف به ولا سمعنا وطعنا، بل قبل إسرائيل قبل إسرائيل سمعنا وعصينا. الكلاب الكرب إلا من رحم ربنا، والكلاب المسلمين في الظاهر وهم يبطنوا النفاق والكفر الداخلي، هؤلاء اختاروا طريق هلاكهم. هم تشوفوا في الدنيا مش سعداء، مش موافقين، مش محسنين على بركة الله، ولا شيء مفضوح ونتنه قبيح والعياذ بالله فضيع فضيع. ما لازموش نتعمقوا في الوصف والعياذ بالله. الفضاء توت مقدرتنا على التعبير والعياذ بالله والعياذ بالله. ويضحكوا بكورو ينادوا سيجارو الكبار، تشوفوا خالية متاعكم دياركم اش فيها، الصغير والكبير ممسوس، سواء كان في عقله ولا شيطاني، وسواء كان في جهاز التناسلي. يا ناس مسخوطين الرق إلا من رحم ربنا، والحمد لله اللي مازال من يقول للدين ولو بقية دين يقول به الحمد لله وصح عليهم. منعوا بفضل الله إن شاء الله يواصلوا ودي تحسن ظروف. عاد يقول ولا تزد الظالمين ولا دعاء عليهم إلا ظلالا. يعني اللي قالوا مغاية عنده إيفوليسيون، تطوره كي تطور كرة ثلج بسيطة حين تتدحرج تولي عظيمة وتكسر. كل ما تأتي عليه في سبع الجبل الدمر مهما كانت صلابت ومقاومت. ولهذا ردوا بالكم حتى حد ما يجب يصمد أمام القضاء والقدر. وحل نبه هناكم كم من مرة، وربما مشتعى ربي بعذابكم وتتشنقلوا إلى جهنم وبئس المصير. اللهم قد بلغنا فاشهد، والسلام على من اتبع الهدى.